في شوط كان يرسل من أجل المباراة، وخطأ في التسديدة الأخيرة، ما أدري سدد واختار الدان ذا لاين في وضعية صعبة، وكأني أشعر في 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 توتر من أجل كسب المباراة لنادال في هذه المباراة، وأيضا المباراة الأخيرة مع دوديتش عندما يقترب يكون هناك توتر للأسباني. فقد ثلاث نقاط نادال، هو الذي فقدهم من خلال أول نقطتين والنقطة الأخيرة. 5-5. تسديدة رائعة بها الفورهاند، تنحرف هذه الكرة، هذا ما ذكرت، لم نشاهد مثل هذه الكرات في الشورت أنجل، هنا يأتي بواحدة. صحيح، إذن تحسب ضربة قاضية لنادال، صح حكم الخط قال خارج ومن ثم كوركشن، تصحيح لا تعاد هذه النقطة لأن كانت ضربة قاضية. شوت في الكروس كورت، بعد ذلك لوب دفاعي يتصدى له نادال بتركيز عالي، ويحصل نادال الآن على ثلاث فرص عزيزي المشاهد، ثلاث فرص لكسر الإرسال. أوه جوليان بانيتو لم يستغل كسر الارسال، لم يستفيد من كسر ارسال نادال، ويفقد شوط ارساله دون ان يكسب اي نقطه، ونادال للمره الثانيه سيكون على الارسال من اجل المباراه. الفائز في هذا اللقاء سيواجه الفائز بين فيرداسكو ولودرا، وكانت النتيجة قبل قليل 3-2، الآن أصبحت النتيجة 5-4 لفيرداسكو، يتفوق على ميكائيل لودرا الفرنسي، والفائز من هذه المواجهة سيواجه الفائز بين فيرداسكو ولودرا غدا في الدورة ثم النهائي. وموري يتفوق الآن على نالبانديان 5-4 بعدما كان 4-3، نالبانديان يتفوق، تقلبات كثيرة في مباراة أندي موري ونالبانديان، وسوف نكون معها بعد قليل لو حسم المباراة نادال، ستكون المباراة والجهة القادمة لملعب على جراند ستاند. إذن نادال مرة أخرى على الإرسال من أجل المباراة. طويل
وتركيز عالي في هذا التبادل. نادال يكسب النقطة الأولى. ثمانية عشر تبادل في التسديدات الأخيرة اللي تابعناها في العمق. كان نادال يهاجم ويعيد هذه الكرات الفرنسي. من نادال ارسال رائع اذا نادال امام فرصتين لحسم المباراة والمرور الى ثمن النهائي. في الترتيب الثاني بعد روجر فيدرر، ونادال يحقق فوزه رقم 12 في سنسناتي. اذا رفعي نادال في مستوى متوسط، نعم لم يكن مثالي، ولكن الاهم الان ما يحتاج نادال بان يكسب، لانه فقد الثقه، يحاول ان يعيد هذه الثقه، وهنا يتمكن